الملاك هو ابنكم وطلعتوا بخير انت وياه. اشتغلنا كتير اليوم، صب لنا عيران ابني فرهاد. اوف، صب لشوف. صب 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 صب. ايه خلاص بكفي. ليش عم تضحك يا ولد؟ العيران معلق على شواربك. شو هالولد؟ صحيح أنا أنت رح يطلع لي شوارب بس صير أب؟ إيه بيطلع لك شوارب لما تصير أب. بعدين بيجيك ولد مثلك هيك وقف قدامك بشربك عيران بصير يضحك عليك. بتمنى ما تكوني تأخرتي مشان الإجهاض. مابسي فيني دبرها وبعمل عملية بعشر دقايق، ما في مشكلة يعني. رايح جيب لك كرسي متحرك. عم اهلك مدام انا بشلك ياها. تمام تمام، بس اعطيني قطعه قطن من عندك. يسلموا، صراحه انا لازم اطلع من هون باسرع وقت ممكن. ايه قال الدكتور فيكم تطلعوا امتى ما بدكم، نحن بلشنا بالاجراءات. عليك العافيه. شكرا. على مهلك على مهلك، لا تستعجل. خلص ما عليك، أنا بدبر حالي. طول عمري وأنا واقفة على رجلي لحالي وهلأ رح وقف من جديد، لا تقلق. تريك كنتي بتعرفي؟ هاد أول شي بتقوله بخصوص هاد الموضوع معقول؟ كنتي بتعرفي؟ هاد هو؟ لا تصرخي علي، اوعك تصرخي علي، فهمتي؟ سألتك سؤال وجاوبيني بس. ما بعرف. قلتلك لا تصرخي علي. حاسة حالي محتاجة كتير صرخ، في مانع؟ أنا حابة كتير صرخ. ايه ما كنت بعرف. أنا كمان ماني متحمسة أن يكون أم لطفل من واحد مثلك، فهمت؟ مو أنت بدك تطلقني؟ خلينا نتطلق، خلينا نخلص من هالقصة بقى. وصلني على البيت. شبني أنا بالله؟ شو؟ لا قولي قولي شبني أنا، قولي يلا. شو عم بتقول فرهاد؟ ما عم بفهم. مو كنتي عم تقولي ما بدك تكوني أم للطفل من واحد مثل حكايتي؟ ايه مزبوط. كتير خفت تقلي احتفظي بالولد وقت عرفت اني حامل. عن جد عم فكر اذا الولد صار عمره السنة واجا عيد ميلاده يا ترى شو بدك تشتري له؟ اكيد رح تجيب له سلاح ما؟
أو إنه وصل لمرحلة الدراسة وأخذ علامات ضعيفة، ساعتها شو بدك تساوي؟ بدك تروح على المدرسة وتحط سلاح على رأس الأستاذ وتقوله ليش حطيت علامة ضعيفة للولد؟ بدك تعلمه للولد كيف يقوس؟ أو وقت اللي بيسألوه رفقاته أبوك شو بيشتغل؟ شو رح يقول؟ ما بعرف، أو بيقول قاتل مأجور. مظبوط مظبوط، عم تحكي، معك حق بكل كلمة. غريبة إنه معي حق، شرف كبير لإلي. لأني ما بشبه جيل الحلويات والبسكوت يلي لعبتي معهم لعبة الحب، فهمتي علي؟ أنا ما بشبه أولاد جيلي. عم تحكي مظبوط، هنن آباء كويسين بس نحن لا، نحن رجال عنا مشاكل. والله أنا ما بعرف إذا رح يكونوا آباء كويسين أو لا، وما بيهمني هالشي، بس متأكدة ما رح تكون أب مثال واضح. يعني رح تجهضي؟ رح تجهضي الولد ما هيك؟ ورح نتطلق ورح يصير يلي بدك ياه. أنا هاد اللي بدي إياه؟ أنت قلت لي أجهضه. المهم هلأ عم أطلب هذا الشيء وهذا اللي بدي إياه، انتهى. ما انتهى. شو بدك تقول؟ ما عم بفهم. لا 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 لا، انتهى انتهى، مزبوط تماماً انتهى. لا أنت عن جد بدك تجنني. بقي القليل، سمعتي؟ بقي القليل، مو على أساس كنتي بدك تبلغي عني وتفوتيني على السجن ورح تنتهي القصة هنيك؟ تذكرتي ولا لا؟ كنتي رح تنبسطي كتير وقت المرحوم جيم كان بده يحطني بالسيارة، بس لسه عندك فرصة تانية. لسه عندك فرصة تانية. يلا يلا لشوف، خلينا نخلص من هالموضوع. رح تبلشي انه اجبرتك تتزوجيني، طبعا هذا اهم اسباب مشاكلنا انا وياكي، بس في مشكله تانية دكتوره، وهذا الشيء بيتعلق فيني، مو قصه انه انا بفوت وبطلع ايمتى ما بدي، مو هيك انت قلتي لي من قبل 10 20 30 سنه؟ شو ما كانت تذكرتي؟ كنت انا رح فوت على السجن وانت رح تنبسطي ساعتها وتشوفي حياتك. بس في مشكله كمان، لما تجي تزوريني انا ما رح اطلع وشوفك، لانه ما رح اعطيك فرصه تشمتي فيني، فهمتي علي؟ بعدين رح نفوت لجوا ورح تجهدي الولد، رح تجهضيه، فهمتي؟ وبعدين رح نبقى لسنة وبجلسة واحدة رح نتطلق أساسا. ليكك شاطر بالحكي وعم تشرح بطريقة حلوة، كمل. أنت دكتورة شاطرة، جراحة مهمة بالبلد، المشافي بس بدهن واحدة من الله وأمور البيت سهلة. فكرة كتير حلوة، برافو، يلا كمل. ومشان تبيني كتير بريئة، فيكي تلبسي بيجامة رياضة عليها قطط وبإيدك فنجان قهوة وحطي موسيقى كلاسيكية خلفية، ولا تنسي تلبسي البوط اللي عليه حيوانات. البوط اللي عليه حيوانات؟ وبعدين بيجوا رفقات كتير بحبه. لسه ما خلصت. حبه كتير، دائما رح ألبسه. ايه كمه. وبعدين بيجوا رفقاتك بيمسكوا لك ايديك وبيصيروا يواسوكي، نحن ما قادرين الشيء اللي عشتيه واللي مرقتي فيه، يعني بدك تطولي بالك يا روحي ومن هذا الحكي الفاضي. بتعرفي رح قلك شغلة واحدة. اللي زعل يكون صادق احسن بكتير من انه يكون حب بوشي. مزبوط، حتى انت هلا معصب وزعلان وصرت اسير حزنك، بس مع الاسف ما انك صادق فرهاد. انت اللي تخليتي عن العلاج دكتوره، نسيتي؟ لا ما نسيت، حتى اني خلصته كمان. خلصيني قولي لي ليكو جاي. يلا. عفوا، صاير معكم شي مشكله؟ في مشاكل اخي، شغله خاصه بيني وبين مرتي. على كل هلا الدكتوره بتخبركم بمشاكلي. ما في مشكله حضره الحارس، شكرا لك. في داعي نكمل هلا؟ في مشكله؟ لا ما في شي، خلينا نمشي لو سمحت. لو سمحتوا يا تفضلوا فوتوا لجوا يا امشوا من هون. لا تواخذونا فرهاد، يلا. قطعنا بيتي فرهاد، لو سمحت رجع لوين اخذني؟ على البيت. انا بدي اروح على بيتي فرهاد، لو سمحت رجعني. انت عندك بيت اساسا؟ هداك مانو بيتي ولا ممكن يكون بعد اللي صار ولا باي شكل. رجاء انا عم قلك خدني على بيتي او نزلني، انا رح اخذ سياره تاكسي من الطريق. قلت لك انه عندك بيت. وانا قلت لك عندي بيت، ما رح اروح غير عليه. رجاء رجعني لهنيك، بدي اروح على بيتي. نحن هلا متطلقين، مانك مستوعب؟ لبين ما نتطلق بشكل رسمي وطالما لساتك على اسمي، كلامي هو اللي رح يمشي. انا بس عم بصبر عليك فرهاد، أنا رح ضل أصبر وبس.